أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز القيام بمظاهرات سلمية إذا كان نظام البلد يسمح بذلك؟ أليست هذه من دين الإسلام؟ المظاهرات ما هي من دين الإسلام، لأن فوضى تخريب. الذي في دين الإسلام التفاهم والنصيحة والاتصال بولاة الأمور، الاتصال بهم أو الكتابة لهم أو إرسال من يبلغهم. أما المظاهرات هذه ليست من هدي الإسلام، لأنها فوضى، ولأنها عنجهية، ولأنها مستوردة من الكفار. نعم.